السلام عليكم، أنا ريم أخصائية العلاج الوظيفي. قد يتبادر إلى أذهانكم ماذا يعني علاج وظيفي وماذا نفعل؟ هو علاج وتأهيل المرضى أو المصابين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنشطة العلاجية المعدلة، والتي تهدف إلى الوصول بالمرضى إلى درجات الاستقلالية في جميع مجالات حياتهم. كلنا لدينا قيم ومبادئ في حياتنا اليومية، وأدوار تمثلنا، وبيئة نتفاعل فيها، وأنشطة نعمل بها وتهمنا وتشغل وقتنا. عندما يولد الطفل بحالة خاصة، أو عندما يتعرض الإنسان إلى إصابة وتؤثر عليه جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً، مثل التوحد، الشلل الدماغي، الجلطة الدماغية، إصابات العمود الفقري، أو حتى الاكتئاب، هنا يكمن دورنا كأخصائيي علاج وظيفي. هذه الحالات من الممكن أن تمنع أو تصعب على الإنسان أداء وظائفه اليومية. نحن نؤمن بأن المشاركة في النشاطات اليومية الشخصية والمجتمعية تحسن من الصحة النفسية والجسدية والإدراكية. كأخصائي علاج وظيفي، جزء من مسؤولياتنا تقييم الفرد في أدائه لوظائفه اليومية، من العمل والأكل والاستحمام وغيره. نحدد المجالات التي يواجه صعوبة فيها، ومن ثم مساعدته لتخطيها. وأيضاً من مسؤولياتنا أن نركز على الحركات الكبرى، مثل الجلوس، التوازن والدحرجة، حركة اليدين والبراعة اليدوية، مثل مسك القلم أو فتح العلبة، المهارات العقلية مثل الانتباه والتركيز، صرف الأدوات للمساعدة مثل الكرسي المتحرك والجبائر. وأيضا لدينا دور كبير في معالجة الندبات بعد الحروق وتعديل البيئة لتتناسب مع قدرات واحتياجات الفرد. دور المعالج الوظيفي لا يقتصر في المستشفيات فحسب، بل يمكن استغلال أهدافنا وتداخلاتنا في عدة مجالات ومع مختلف الأعمار، في المدارس، دور الرعاية لكبار السن، ومراكز الصحة النفسية، باختلاف الأماكن والأفراد الذين نعمل معهم، إلى أن هدفنا جميعاً واحد، وهو زيادة جودة الحياة عبر أداء الوظائف التي نكن اهتماماً لها. هذا عبد الله، طفل مصاب بالتوحد، لديه صعوبة في الترابط مع الناس في المجتمع. بتعزيز مهارات المشاركة الاجتماعية لديه، عبد الله الآن يمكنه أن يكون صداقات ويتفاعل في مجتمعه الصغير. هذه أمل، تحب الطبخ ولكنها تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، تتعب سريعاً. بإعطاء وسائل لتسهيل العمل وصرف أدوات المساعدة، الآن أمل يمكنها أن تعد الأكلات التي تحبها لعائلتها دون أن تتعب بسرعة. هذه رنا، موظفة في مصرف، تعاني من التصلب اللويحي وتتوقف للراحة لفترات طويلة. بإعطائها نصائح لتقليل الجهد وحفظ الطاقة، رنا الآن يمكنها أن تؤدي عملها دون الحاجة إلى التوقف لفترات طويلة. هذا فيصل، أب متقاعد يدير محله الخاص، مصاب بالجلطة الدماغية، أي ضعف بيده اليسرى. مع العلاج الوظيفي نمكنه من الاعتماد على ذاته في الاعتناء بمحله، بتقوية عضلات يده الضعيفة. هذا محمد، طالب مستجد في الجامعة يدرس بعيداً عن أهله، أصيب بحادث أثر على عموده الفقري فأصبح غير مستقل. بصرف الكرسي المتحرك المناسب وتعزيز الصحة النفسية لمحمد، الآن يستطيع أن يعيش بشكل مستقل لإكمال دراسته. العلاج الوظيفي يساعد الأفراد في إيجاد حلول وأدوات مساعدة حتى يتمكنوا من تخطي الصعوبات في حياتهم اليومية، ليعيشوا بأكبر استقلالية ممكنة.